بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في سلسلة القانون الدستوري والنظم السياسية، وكنا قد بحثنا موضوع القانون الدستوري ودخلنا في بحث النظم السياسية، وبحثنا من هذه النظم نظام الحكم في الإسلام، ثم بعد ذلك بحثنا النظام الرئاسي من الأنظمة السياسية المعاصرة، وأخذنا نموذجا عليه النظام الأمريكي. الآن سنبحث في النظام شبه الرئاسي، ونموذجه المتعارف عليه هو النظام الفرنسي. من الأنظمة التي بدأت تنتشر في الحياة السياسية في الحقبة الأخيرة هو نظام الحكم شبه الرئاسي، الذي يعتبر من أحدث الأنظمة الحالية على الرغم من كونه يستمد أصله من النظام البرلماني، إلا أنه تسارع ليمنح الرئيس سلطات أكبر، وهذا من عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية عن طريق شارل ديغول، وهي بداية لظهور هذا النوع من الحكم. تعريف النظام شبه الرئاسي: النظام شبه الرئاسي، أو ما يعرف أيضاً بالنظام الرئاسي البرلماني، هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني، ويكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، وتوزع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويختلف من بلد لآخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان، ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد رئيس الوزراء. الأنظمة شبه الرئاسية تقوم على دستور يشمل قواعد يتميز بها عن النظام البرلماني. قواعده سائدة في المجتمع، فهي تقرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب، وهو يتمتع بسلطات خاصة، وكذلك وجود وزير أول يقود الحكومة، وزير أول أو يسمى رئيس مجلس الوزراء. وزير أول هو الذي يقود الحكومة التي كما ذكرنا يستطيع البرلمان إسقاطها، فهو نظام مختلط يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي، ومن أمثلة النظام شبه الرئاسي النظام الفرنسي والنظام البرتغالي والنظام الفنلندي والنمساوي. تختلف هذه الأنظمة من حيث أبعاد السلطات التي تتمتع بها على ضوء موقف وقوة الرئيس الفعلي، ويمكن تلخيصها فيما يلي: الرئيس متمتع بالأغلبية البرلمانية. كلما كان الرئيس يتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية، فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئيس هو من يعينها، فهو بذلك يكتسب قوة كبيرة تتجاوز أحياناً سلطة الرئيس في النظام الرئاسي. والنظام الفرنسي هو أفضل مثال على الأنظمة نصف الرئاسية أو شبه الرئاسية. الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية. إذا كان الرئيس لا يتمتع بالأغلبية البرلمانية، فإن الحكومة هنا تكون منقوصة من وسيلة المبادرة، مما يؤثر على استقراره. إذن لدينا رئيس يتمتع بأغلبية برلمانية، ورئيس لا يتمتع بأغلبية برلمانية كما ذكرنا. نشأة النظام شبه الرئاسي: اتجهت بعض النظم الليبرالية الغربية المعاصرة، والتي هي برلمانية في الأصل، إلى تقويض سلطات رئيس الدولة، والتي هي أصلاً ضعيفة، حيث يمارسها عنه الوزراء ويسألون عنها أمام البرلمان. ومن هذا المنطلق نشأ النظام شبه الرئاسي الفرنسي بداية من عام 1958، حيث قام الرئيس الفرنسي ديغول بتأسيس ما عرف في التاريخ السياسي الفرنسي
في الجمهورية الخامسة، حيث وضع دستور جديد وعرض على الاستفتاء الشعبي في عام 58 وتمت الموافقة عليه. وقد مر ظهور الجمهورية الخامسة بعدة مراحل منذ بداية سقوط الجمهورية الرابعة التي كان للثورة الجزائرية دور بالغ الأهمية في سقوطها. مزايا وعيوب النظام شبه الرئاسي. للنظام شبه الرئاسي عدة مزايا نذكر منها: من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، والحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب، ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن تتم بها مناقشة هذه القضايا، كأن تشترط أن تتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة، أو أن يتم التصويت عليها بنعم أو لا. وهذا النظام يعطي لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق، بمعنى لا يجوز لرئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جهة أخرى، يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم، كما أن لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها مهمة، ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة. المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد مجلس دستوري، وكيفية اختيار هذا المجلس يختلف من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، يتكون المجلس الدستوري في فرنسا من 9 أعضاء يتم اختيارهم لمدة 9 سنوات كالآتي: يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء، يختار رئيس مجلس الشعب 3 أعضاء، يختار رئيس مجلس الشيوخ 3 أعضاء. أما في إيران مثلا، فيتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين. عيوب النظام شبه الرئاسي أو نصف الرئاسي. المشكلة الأساسية التي تواجه هذا النظام هي عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت في السياسة الفرنسية بمشكلة التعايش المزدوج، وهي الحالة التي يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من اتجاه فكر مناقض للاتجاه الذي يمثله رئيس الوزراء، كل واحد من حزب، كما حدث للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران من الحزب الاشتراكي عندما فرضت عليه الجمعية العمومية أن يختار السيد شيراك اليميني الرأسمالي. الرئيس السابق لفرنسا الذي تولى الحكم بعد ميتيران، تولى أثناء ميتيران رئيس الوزراء عام 1986، وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يتعاونا وأن يتحدا لكي تنجح الحكومة وتحقق أهدافها. إساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية، ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصري حسني مبارك لهذا القانون منذ أن تولى السلطة عام 1981 إلى الآن. وقانون الطوارئ الذي كان في حكم النظام السوري والذي استمر لمدة أكثر من 50 عام وما يزال مطبق في سوريا حتى الآن. طبعاً إمكانية قيام رئيس الجمهورية بإساءة استخدام حقه أيضا في استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم في كثير من الدول ذات النظم شبه الرئاسية. نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة أن النظام نصف الرئاسي أو النظام شبه الرئاسي هو المتبع في دول الدكتاتوريات بشكل عام، يجدون فيه المرونة الكافية لإساءة استخدام السلطة ولتكييف السلطة على هواهم. مؤسسات النظام شبه الرئاسي، ونأخذ كما قلنا النظام الفرنسي مثالا. النظام شبه الرئاسي متعدد المؤسسات
ولدراسته سنقوم بدراسة النموذج الفرنسي وهو الأصل، ويحكم دستور 4 أكتوبر الأول عام 1958 سير العمل في مؤسسات الجمهورية الخامسة في فرنسا، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات وقد أجريت عليه عدة تعديلات، منها انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر سنة 1962 وإدراج باب جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة سنة 93، والعمل بنظام الدورة البرلمانية الواحدة يعني توسيع نطاق الاستفتاء العام سنة 1995، وإنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تبوؤ المناصب والمهام الانتخابية، والاعتراف بالمحكمة الجزائية الدولية كهيئة قضائية سنة 1999، وتخفيض مدة ولاية الرئاسة عام 2000، وفيما يلي تفصيل لهذه المؤسسات. المجلس الدستوري من هذه المؤسسات. المجلس الدستوري، تكوين المجلس الدستوري، يتكون المجلس من نوعين من الأعضاء. الأعضاء بحكم القانون ولمدى الحياة، وهؤلاء هم كل رؤساء الجمهورية السابقون الموجودون على قيد الحياة والذين لا تتعارض مهامهم الحالية مع عمل المجلس. فرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته يصبح عضوا في هذا المجلس. أعضاء معينون ليسوا بحكم القانون لمدى الحياة، وإنما هم معينون تعيينا، حيث يتكون المجلس الدستوري من 6 أعضاء، يتجدد الثلث من هذا المجلس من الأعضاء المعينون كل 3 سنوات، والأعضاء معينون بواسطة رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، 3 أعضاء لكل واحد منهم. مدة العضوية 9 سنوات وغير متجددة. ونظرا لتجديد الثلث، فإن كل ممن لهم حق الاختيار يختار واحدا لمدة 3 سنوات، وواحدا لمدة 6 سنوات، وواحد لمدة 9 سنوات. وهذه الطريقة تضمن تجديد ثلث أعضاء المجلس المعينين كل 3 سنوات مرة. رئيس المجلس يعين رئيس الجمهورية أحد أعضاء المجلس، سواء من الأعضاء المختارين أو من الأعضاء بحكم القانون رئيسا للمجلس، ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات كما في المادة 56 من الدستور الفرنسي، حيث ورد على ذلك صراحة. وقد درى العمل حتى الآن على أن يعين رئيس المجلس من بين الأعضاء 3 الذين يختارهم رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس يستمرون في عضويتهم طوال المدة المبينة ولا يفقدون العضوية إلا بالوفاة أو الاستقالة، ويجوز فقدان العضوية بقرار من المجلس الدستوري نفسه في حالة عدم الأهلية لمزاولة العمل، ولا يجمع أعضاء المجلس بين عضويتهم الوزارة أو عضوية البرلمان أو عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا يجوز الجمع. كذلك لا يجوز تعيين أعضاء المجلس في الوظائف الحكومية، وإنما يجوز لمن كان منهم موظفاً قبل تعيينه أن يستمر في وظيفته. فعلى سبيل المثال أعضاء المجلس الذين كانوا أساتذة في كلية الحقوق استمروا بشغل منصب الأستاذية إلى جوار عضوية المجلس. كيفية انعقاد اختصاص المجلس. في عام 1974 حدث تعديل دستوري يتعلق بمن لهم حق طلب العرض على المجلس الدستوري، إذ أضيف إلى من لهم هذا الحق وهو رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، أضيف إلى هؤلاء أنه يجوز ل60 نائبا أو ل60 شيخا أن يطلبوا عرض قانون معين قبل إصداره على المجلس الدستوري ليقول رأيه في مطابقة ذلك القانون أو عدم مطابقته للدستور. وهكذا اتسع نطاق من لهم حق العرض على المجلس الدستوري. تنص الفقرة 2 من المادة 61 من الدستور على أنه
يمكن أن تعرض القوانين قبل إصدارها على المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو من قبل 60 عضوا من أعضاء الجمعية الوطنية أو من أعضاء مجلس الشيوخ. طيب، رئيس الجمهورية، يلاحظ أن رؤساء الجمهورية لم يستعملوا هذه الرخصة بأنفسهم وآثروا أن يتركوا لغيرهم استعمالها، ولكن ذلك لم يمنع بحكم الوجوب الدستوري أن يرجع رئيس الجمهورية للمجلس قبل إعلان العمل بالمادة 16 من الدستور، وهي المادة التي تنص على حالة الضرورة التي كنا قد شرحناها في محاضرة سابقة. كذلك لم يمنع ذلك من ضرورة الرجوع إلى المجلس بخصوص الاستفتاء على الوزير الأول. وعلى عكس الحال بالنسبة إلى رئيس الجمهورية، فإن الوزير الأول لجأ إلى هذه المكاشفة في العديد من الأحوال، وذلك بواسطة طلب يتقدم به إلى رئيس المجلس لكي يقرر المجلس ما إذا كان قانونا أو نصا في قانون قبل الإصدار بطبيعة الحال، يتفق مع الدستور أو لا يتفق، قبل أن يقرر فيما إذا كان القانون أو النص في القانون يتفق مع الدستور أو لا يتفق، هذا قبل الإصدار بطبيعة الحال. رئيس الجمعية الوطنية، لجأ رئيس الجمعية الوطنية إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه عن حق طرح الثقة بالحكومة أمام الجمعية الوطنية في أثناء العمل بالمادة 16 من الدستور اللي هي تتحدث عن حالة الضرورة، كما لجأ إلى المجلس الدستوري في عدد من الحالات الأخرى حول دستورية بعض النصوص المطروحة للمناقشة أمام الجمعية. رئيس مجلس الشيوخ، طبعا رئيس الجمعية الوطنية هو نفسه رئيس مجلس الشعب حسب القانون السوري، رئيس البرلمان، الجمعية الوطنية هي البرلمان. رئيس مجلس الشيوخ، على الرغم من اتجاه مجلس الشيوخ لمعارضة أي صورة من صور الرقابة على دستورية القوانين، فإن رؤساء مجلس الشيوخ لجأوا إلى المجلس الدستوري في العديد من الحالات المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، وفي بعض التشريعات الضريبية أيضا، وفي بعض التشريعات المتعلقة بالمحليات. تقرر هذا الحق للأعضاء ولم يكن موجودا من قبل، إذ أصبح لستين عضوا مجتمعين من أي من المجلسين حق التقدم للمجلس بطلب للنظر في دستورية قانون أو عدم دستوريته. مهام المجلس الدستوري، مهام المجلس الدستوري، حاول واضعو دستور 1958 أن يطوروا من فكرة الرقابة على دستورية القوانين مع البقاء في إطار استبعاد كل رقابة قضائية لدستورية القوانين، وقد نظم دستور 58 هذا الموضوع في المواد من 56 إلى 63 منه، وقد كان هذا التنظيم متجها في الأساس إلى حماية المؤسسات السياسية كما وضعها الدستور من أن تنالها يد المشرع العادي بالتعديل، ولم يكن يعني هذا التنظيم الرقابة حماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة البرلمان إلا في نطاق محدود. لقد كان المقصود الأساسي من وجود المجلس الدستوري هو ضمان التطبيق السليم للنصوص الدستورية التي تضمن حسن سير السلطات العامة، خاصة ما تعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لقد أراد الدستور بهذا المجلس أن ينشئ نوعا من الحكم السياسي يحمي التوازن بين السلطتين، وكان اختصاص ذلك المجلس قاصرا على القوانين التي تصدر عن البرلمان، أي القوانين بالمعنى الشكلي. هناك استثناء مهم من القوانين التي يجب أو التي يجوز عرضها على المجلس الدستوري لمعرفة مدى دستوريتها، تلك هي القوانين التي يتم إقرارها عن طريق الاستفتاء العام، إذ أنها عندئذ ستمثل التعبير المباشر عن السيادة، ولا يصبح هناك مجال للبحث في دستوريتها بعد ذلك. وقد استطاع الرئيس شارل ديغول أن ينفذ عن هذا الطريق ويعدل الدستور
لتقرير طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بغير الطريقة المنصوص عليها في الدستور نفسه لتعديله، ولم يستطع أحد أن يثير عدم دستورية ذلك التعديل نظرا لأنه أقر في استفتاء شعبي عام. إقراره في استفتاء شعبي عام أصبح جزء من الدستور. هذا عن اختصاص ذلك المجلس في رقابة دستورية القوانين، وهي كما نرى وقائية سابقة على إصدار القانون نفسه، وهي رقابة سياسية لأنه لا يقوم بها قضاء، ليست هناك سلطة قضائية، إنما سلطة تشريعية ذاتها، والتنفيذية هي التي تقوم بالمراقبة. وإلى جوار رقابة الدستورية، فإن المجلس الدستوري اختصاصات أخرى عهد إليه بها في دستور 1958، بعضها يتعلق بالانتخابات العامة وانتخابات رئيس الجمهورية والفصل في صحة انتخاب أعضاء البرلمان. كذلك فإن المجلس هو الذي يقرر وجود عائق يعوق رئيس الجمهورية عن مباشرة مهام منصبه، وما إذا كان ذلك العائق مؤقتا أو دائما، وإذا قرر المجلس أن العائق الذي يعوق رئيس الجمهورية هو عائق دائم، فإن انتخابات جديدة تجري خلال 20 يوما على الأقل و35 يوما على الأكثر لانتخاب رئيس جديد. وكذلك فإن للمجلس الدستوري اختصاصا مهما عند الرجوع إلى المادة 16، مادة حالة الضرورة، المادة 16 من الدستور، وهي التي تقابله المواد 90 و96 من الدستور السوري، وهي التي تعطي رئيس الجمهورية في حالات الخطر الداهم التي تهدد المؤسسات الدستورية سلطات واسعة، ويجب أن يبدي المجلس الدستوري رأيه قبل إمكانية اللجوء إلى المادة 16، يعني إلى حالة الضرورة، وأن يبدي رأيه في كل قرار يصدره الرئيس، ولكنه مع ذلك يظل ذو قيمة أدبية وسياسية كبيرة. الخلاف حول طبيعة المجلس الدستوري، جرى خلاف بين الفقهاء حول طبيعة المجلس الدستوري، هل هو هيئة سياسية أم هيئة قضائية؟ أما الذين قالوا أنه هيئة سياسية فقد نظروا إلى طريقة تكوينه التي أشرنا إليها، والتي تختلف اختلافا جذريا عن كيفية تكوين المحاكم القضائية. أما الذين قالوا إن المجلس يعتبر هيئة قضائية فقد نظروا إلى طبيعة اختصاصه، وأنه يفصل في مسائل قانونية بحتة وعلى أعلى مستوى. وكذلك فإن المجلس منذ إنشائه وحتى الآن يصيغ قراراته على هيئة الأحكام القضائية، من حيث مناقشة الوقائع ومن حيث التسبيب وكتابة الحيثيات. كذلك فإن قرارات المجلس لها حجية في مواجهة سلطات الدولة وفي مواجهة الجهات الإدارية والقضائية، وقرارات المجلس غير القابلة للطعن، وهي كل قرارات غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن. تقدير الرقابة على الدستورية في فرنسا، على الرغم من كل محاولات المجلس الدستوري لتوسعة اختصاصاته عن طريق التفسير وعن طريق ما أخذ به من فكرة الخطأ الواضح في التقدير، وهي فكرة ابتدعها في الأصل مجلس الدولة ونقلها المجلس الدستوري إلى مجال التشريع، بالرغم من كل ذلك فإن الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا تظل قاصرة ومتخلفة عما هو سائد في الولايات المتحدة وفي كثير من البلاد الأوروبية. فالمجلس لا يجوز له أن يتصدى من تلقاء نفسه لموضوع الدستورية، كذلك فإن المحاكم لا يجوز لها أن تحيل إليه ما قد ترى أنه مخالف للدستور من نصوص تشريعية، لأن النص التشريعي متى صدر ووقع عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، إذا صدور توقيع رئيس الجمهورية نشر في الجريدة الرسمية، فقد أغلق أمامه باب الطعن بعدم دستوريته.
ومن ناحية أخرى مهمة أيضا، فإن الأفراد الذين قد تمس التشريعات الصادرة حرياتهم وحقوقهم الأساسية ليس لهم الحق بالدفع بعدم دستورية هذه القوانين. كل هذه الاعتبارات تنتقص من مدى فاعلية هذه الرقابة التي يباشرها المجلس الدستوري في مواجهة مشروعات القوانين، والتي لا ينعقد اختصاصه بها إلا بطلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية. رئيس الجمهورية، الوزير الأول هو رئيس الوزراء نفسه، يسمى في فرنسا الوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية هو رئيس البرلمان أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 عضوا من أي من المجلسين. ولكن الأفراد الذين ينطبق عليهم القانون هم في نهاية الأمر مجردون من كل سلاح في مواجهة هذه القوانين. بذلك ننهي القسم الأول من هذه المحاضرة حول النظم السياسية. وتم اختيار النظام نصف الرئاسي مثالا عليه فرنسا، ونحن نبحث في الدستور الفرنسي لأننا نبحث في نظام الحكم في فرنسا. في المحاضرة القادمة نكمل البحث في السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية في فرنسا. لذلك نشكر استماعكم، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.